هو الحاجة أم الاختراع، فإنه الظروف يعني إنه الظروف المادية يعني لأهلي اللي هي ضعيفة شوي، أو يعني إنه الحمد لله، فتأخر المصاري اللي يبعثوا لي إياهن على سوريا، وأنا لازم صار أقدم امتحان الامتحان اللي هو الفنون للكلية أو المعهد اللي بدرس فيه، فاضطريت إنه أرسم بالقهوة ورسمت بالقهوة. أنا أخذت يعني من القهوة، عملت لوحات، مجموعة لوحات اسمها نكهة الروح. هلأ إحنا الطابع العربي أو الشرقي هو إنه كل يوم الصبح متعودين نشرب فنجان القهوة، إنه كل يوم الصبح خلاص الفنجان القهوة ضروري، فحاولت أجسد إنه المدن الفلسطينية القديمة من سنة 1900 بفنجانها القهوة، يعني التاريخ الفلسطيني والتراثي القديم حاولت أربطه بفنجان هالقهوة، لأنه كل يوم الصبح لازم زي ما بتذكر فنجان القهوة لازم أشربه، لازم أتذكر هذا التراث. القهوة ممكن أنا حكيت إنه بنشربها، بنستلذ فيها إنه بنشربها، هي تعودنا عليها، بس كمان حبيت إنه يعني إنه زي ما بستمتع فيها أنا وبشربها كل صباح، كمان بحب الناس تشوف طعم القهوة أو تتذوق طعم القهوة بلوحاتي.